ناريمان، شو هالسخافات هاي؟ ها؟ نخلص من شغلة بتبلشي بشغلة؟ شو بكي كأنه ما عاد في شي ورانا بالمرة؟ أي سامي، شو منعمل يعني أنت ما بتخليني أعمل شي. مدام ما بدنا نعزم الناس معناتها لؤي بده ياخذ لنا صورة جماعية. اي طبعا سمسون بيك، نارو الحق معها. وكمان فوق انا يلي بدي صوركم بايدي، ما هيك؟ نحن اصلا من نص ساعة انا ونارو هنيك كنا عم نخطط وحكينا بكل التفاصيل. يا رولا انا بدي صوركم وبعطيك اياهم وبتعلقيهم على حيط غرفتك، كل ما بتتضايقي بتشوفيها وبتنبسطي، ورح لبسك فستان عرس. لوليتي لسه رولا ما تزوجت ولو. ايه مزبوط، حياتي انا قصدي لما تتجوز انا بدي لبسها الفستان الابيض. ناريمان بس انا ما بدي اتصور. ايه سمسومة بيك، اصلا الابيض ما بيلبق لك. انت بتسكت مفهوم؟ ايه طيب رح اسكت، اذا كل هالقد بدك انا بلبسك فستان العرس. قايم لبسك المزهرية بنص راسك. رح اترككم انتو معناتها قرروا بين بعض لانه انا لازم امشي عن اذنكم. رولا لوين رايحة يا روحي؟ في عندي شوية شغل، انا رايحة باي. اي روحي رح يكون رائع خيالي. اسمع لؤي، انا خطر لي شي. يلا بلش تصوير. اي وقفي وقفي نارو، صورينا انا وياكي من هون. شلون بدي صور؟ صوري يا حياتي. صوري يلا. شلونك؟ ليش واقف؟ تفضل ما تقعد. يلا عود. يلا ديما، يلا عقبالك، بدنا نفرح فيكي وانتي بدنا نجوزك مو بس اخوكي، في شي حدا هلا؟ خالته عايدة، شكله انت جعتي حبيبتي. اذا بدك روحي لهنيك على الطاولة وكل شي من هنيك، روحي. طيب ماشي حبيبتي. عن جد شكراً كتير لأنك إجيت. رواق العرس حلو. إيه الجو حلو، كل عم يتسلى ومبسوط، وأنا كمان مبسوطة لأنك موجود. ليك رح دور على الطاولات شوي، ما بطول. براحتك. عمو آصف شلونك؟ شو عم تعمل؟ وينك انت؟ سكر محلك مش ما فتحته، قلت مناف طمنيني كيفك حبيبتي. نورتوا، اهلا وسهلا. انا رايحه شوي لعند ستي. يلا بشوفك. تفاجأت وانصدمت كتير بهالقصة صراحة، وانا ما كنت متوقعة هالشي من ابنوب. معناتها انت كمان مو منتظرة هالشي من ديما، حلو؟ يعني طبعا حتى انت استغربتي، تخيلي. ما فهمت شو قصدك. هلا الشيء الاهم، مين اللي بعت الايميل؟ لأنه مو لؤي عمل هيك، أنا سألته. يظهر إنه في شخص وبده يكون ما بيحب ديما أبداً. واضح هيك. صراحة ياسمين، أنا لشو بدي كذب عليكي، لأنه لفترة شكيت فيكي، يعني في بماضيكي مثل هالتصرفات هاي. يعني قلنا يا ترى ياسمين بتكون عملت هيك شي؟ وصل تفكيركم إنه تشكوا فيني غسان؟ ياسمين معلش تروقي، يعني لا تتصرفي كأنه ما كنتي من فترة بدك تخلينا نقلع ديما من الشركة بشرفك. يا
غسان أنا تغيرت، كيف ما عم بتشوف هذا الشيء؟ شلون ما عم بتلاحظ؟ طيب. صار لي فترة عم بشتغل على حالي من جوا، كل شيء عم بصير ضدي ولسه عم حاول واقف على رجلي واتماسك، وانت جاي عم تتهمني بوشي غسان؟ ما عم بتحطوا ولا احتمال غيره؟ ما بتحطوا احتمال واحد انه انا بحبكم وبحب بس يونس ومستحيل اذيها بحياتي؟ ياسمين طيب، انا شو ممكن اعمل اكثر من هيك؟ جاوبني شو اعمل؟ اشتغلت اكثر ما عجبكم، شو ما عملت ما رح يعجبكم اكيد. مستحيل يتصلح الموقف، ما رح نرجع سوا ابدا. تعرف من اليوم ورايح بس يونس بالنسبة إلي انتهيت. ياسمين انتو بس يونس اطلعوا من حياتي، وانسى الشي اللي كنت جاي اقلك يا اليوم. تتهنوا ببعض انتو الكل. ياسمين حل عنا يا ياسمين. ما عم قل لك مبلا بدك تحطيه بينحطهم. لا منحطهم هون منيح، خليه لصحن. لا ما بدك يا اهلي، ما عجبك؟ ما عجبك هي علينا، خلصيني. اوه هلكت، مو طبيعي، سلمت كتير. انت مليت كأنه مو هيك؟ لا. تشرب عصير؟ ايه. نحن هيك عنا، إذا بدك تتجوز مجبور تتسلى. صراحة ما نبين عليك إنه عم تتسلى بنوم. أنا تمام منيح. بعكسي غريب، عرس وشغلات، الواحد طبيعي إنه يتأثر. ديما مصيبة، نهال نسيت باقة الورد عنا، لازم تجيبيها بسرعة. يا علينا بسرعة، يلي بده يكتب الكتاب مستعجل بده يمشي، عم يقول بستنى خمس دقايق وبروح فورا. كيف بدك يعني لحق؟ بطير بصاروخ يعني برأيك؟ إذا بدك أنا باخذك. إذا هيك أكيد بتلحقي ديما. إيه ماشي طيب. روحي. جاكيتي وينه؟ ريهام حطيه بالنص. ماشي، مثل ما بدك حطيناه. إمو على رأي شبكة إنتي ما في شيء.
نمشي؟ بلا ما نتأخر. نزار مبين عليه متنبه، قولي هال مو سألي عن شي. ما دام الكل جاهز ممكن نبلش بالمراسم. بالأول خلونا نتعرف عليكم. الاسم والكنية بنتي. نهال إيجولنار. الاسم والكنية. موافق أنا. نزار مو هلأ بيقولوها. أنا بعتذر منكم، خربطت بالتوقيت مو؟ يلا نزار توبال. شكراً لك. حضرات الضيوف، اليوم الشابين يلي بدهم يتزوجوا قدموا طلب الزواج لمكتبنا، ولهيك نحن مجتمعين هلأ لنكتب كتاب هالزوجين. حضرتك الآن نهال إيجولنار بدون ما تكوني تحت تأثير أي حدا، وباختيارك أنت بتقبلي الزواج من نزار توبال؟ بصوت عالي إذا بتريدي. إيه بقبل. شكراً إليك بنتي. وحضرتك السيد نزار توبال، بدون ما تكون تحت تأثير أي حدا وباختيارك، بتقبل الزواج من نهال إيجولنار؟ جاوبني بصوت عالي لو سمحت. بقبل. الله يخليك. شكراً لكم. وقعوا لي هون رجاء. تفضل حبيبي. خلي الشهود كمان يوقعوا. بناءً على التفويض يلي عطاني يا رئيس البلدية، إلي الشرف إني أعلنكم زوج وزوجة. ألف مبروك. مبروك يا نزار. مبروك. ألف مبروك يا أبي. وطبعاً دفتر العائلة من سلمه للعروس. ألف مبروك مرة تانية. نزار المفروض تبوسني. مبروك حبيبي. واخيرا تجوزت. مبروك لنهال. الله يبارك فيكي. شكرا. شكرا لكم. انتبه الطرحه. عبالك سمت. تسلم. مبروك يا بنتي. تسلم. شكرا. عقبالك يا روحي. يبارك فيك. مبروك حبيبتي. شكرا لك. استنى غسان، لازم نحكي بموضوع كتير مهم. غسان أنا بدي أقول لك شيء مهم. أنا بعرفك من زمان مو من هلأ، يعني اللي بحسه غريب ما عم بفهم. كنتي دائما بقلبي وحاولت كتير إنه أنساكي، عن جد هيك، ومع هيك ما قدرت. صعب كتير، دائما نحنا كنا نلف وندور، فينا نواجه بعض وبشجاعة.
بعد هلأ ما عاد خاف أبداً. أنت دائماً شجاعة لأنه حتى أحياناً كنتي شجاعة لدرجة خوفيني. وهلأ دوري، أنا ما رح خاف، بوعدك رولا ما عاد أهرب، رح صير مثلك أنت، بعبر بجرأة. نحن منستاهل رولا، نحن منستاهل ناخد هالفرصة أنا وأنت. غسان، شو أول مرة ترقص؟ عمر ممكن نحكي؟ ممكن، بس أكيد مو. منطلع لبرا مو مشكلة. ايوه حرك حالك يا عريس. يلا يلا رقصوا، وقفوا وقفوا. نحن من كاستيمون لا تقرفوا، بأعراسنا إذا ما في كوجاك معناته ما نعرس. الفرقة يلا. أيوة. بس أختك ديما وينها؟ هلكتيها للبنت، خلص اتركيها بحالها. لك وين اختفيت؟ وين عم تروح؟ ديما! انت تركيها لديما يا ماما نوران، فرجي على رقصة طيب الكوجة. يلا ايوة سارة. عمر أنا بحبك كتير، بحبك لدرجة ما بقدر إنه أوصفها بأي كلام. كل هالشغلات يلي عملتها والتخبط يلي عم يموتني ويقتلني، رح نناقشه اليوم ورح نحله. أحسن ما نضل بعاد هيك، يعني اسألني شو؟ اسألني مشان أحكي لك. كيف اجتمعتي معه؟ كيف حكيتي معه لحتى تبيعي تصميمك؟ أنا ما اجتمعت معه، هو إجا وقدم لي عرضه. شو قال لك احكي؟ قال لي هاي الرسمة إليك، وأنا قلت له إيه. وأنا قلتي لي مو إليك. كنتي محتاجة مصاري؟ لا بلا. ليش ما قلتي لي لألي؟ استحيت بجوز. في عنا تفاصيل غير بعض وشغلات نخبيها عن بعض. برأيي هالشي بيعبر عن مكانة يلي قدامك، صح؟ صح، حكيك صح. يعني بعرف انت ما عم تقتنع بكل شي عم قوله، ما هيك؟ مزبوط، ماني مقتنع، لأنه كل ما بدك تحلي هالموضوع عم تعقديه أكتر من الأول.
شفتك شخص واضح، فكرت حالي إنه بعرفك منيح. تصرفاتك كانت غير. شو صار؟ ما بعرف كيف بدي رجع ثقتك مثل الأول. الحق معك كتير صعب. ديما، طلبت نتزوج وأنا قبلت. إيه بس مو دغري، طلبتي تفكري وطلبتي وقت. إيه لأنه كنت بحاجة للوقت والمصاري، ما هيك؟ كل مرة بقول خلاص، وبقول هالمرة أكيد فهمت لديما، وبتكسريني بلحظة ما بكون متوقع. أنت بتسمي هذا حب عن جد؟ ماشي، هاتي لشوف عم اسمع، لأنه متأكد عندك تفسير. احكيلي واقنعيني. بشو؟ احكي مشان صدقك ديما، اقنعيني. يلا شرحيلي. أنا أصلا شرحت لك عمر، أنت شخص كتير رائع فعلا وإنسان بمواقفك، وحابة فيك كتير شغلات، بس أنت طبعك صعب بأغلب الأوقات. ما لازم تكون صعب هيك، عم أعمل معك أكتر من الواجب، بس ما عم يكفيك شكله. شو ما كان يكون، أنت لازم تقول إنه ديما أكيد عم تشتغل صح. نحنا غير الكل يا عمر. شو هالحكي؟ نحنا هيك، قلتلك ما لازم تكون صعب هالقد. لازم توقف معي وما تحاكمني بقسوة وتوثق فيني. شبك؟ لازم تقول ديما بتعرف شي أنا ما بعرفه. عندك مشكلة بالثقة من الأول. ما بنيت حياتي على أني أوثق بالناس ديما، أنا بوثق بحالي وبس. بس أنت عم تحكي عن شخصين مو عن شخص واحد. ليش دايماً لازم فسر لك مواقفي يا عمر؟ لازم تحاول توثق فيني بدون ما تستجوبني. صح مزبوط، ما بوثق فيك. Her zaman böyle miydi bilmiyorum. Sanki dokunulmazdı çocukken ağlamak. Alışır her insan, alışır zamanla. اسمك ديما لكان؟ ديما 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 اسمي ستي نقت لي. صراحة ما فهمت الحكمة من هالقصة عمي. عمر بده وردة تكون مثلك. الحياة دائما بتلعب معنا ألعاب صغيرة. أحياناً نحن منخترع هاللعبة، وأحياناً منلاقي حالنا جوات لعبة حدا تاني عاملها، وهذا أصعب شي. كل شي فيها غريب عنك، منضيع بقوانينها والأدوار يلي حطتنا فيها، وهذا اللي صار فيني. هالدور كان صعب علي، أنا بلشت حكايتي من المحل الغلط، وهلأ من جديد رح يبلش كل شي من أول وجديد.
من المحل الصح يلي لازم كون فيه، لأنه أنا بحاجة تكون أنا، كون حالي وصدق المعجزات من أول وجديد. رح بلش وهالمرة رح أنجح ورح أخلق معجزتي بإيدي وبتشوفوا. عمر بيك، عنا شغل مع المؤتمر الجديد وبعد 15 دقيقة لازم نتواصل معهم، عم يستنوا خبر منا. المي وين؟ تفضل. في الحل عني بقى. خلاص رايح رايح. بدي هدول وقتين. خلصني يلا، عم يستنى الزبون. وينك لهلا انت؟ الوجبة على اي طاولة؟ الوجبة على 12، خديها فورا. يلا روحي. لا تحبيني من أجل مجدي الذي يبدو جميلاً بالعيون، ولا من أجل وجهي، ولا من أجل ترفي ولا شقائي. لا تحبيني لأي سبب خارجي، لا، ليس من أجل القلب تتغير اللغة، لأن هذه الأشياء يمكن أن تتغير أو تمرض. عندما نفترق اختبئي كعيني امرأة حقيقية وأكثر، واستمري بحبي دون أن تعلمي لماذا. هكذا يبقى سبب الحب ذاته، أنا سيد هواك. Kaldı çimende.
شراب ايجي المزمي برلقبا سهريني اسال يطار يتيني قلن قلن باكتب شاجبن يلي yaşları kaldı çimende gülengi şarap içilmez mi böyle günde seher yeni eser yıtar eteğini gül güle baktıkça çıpını yüreği başladı demeye kimse bilmez kimse bilmez صباح الخير عمر بيك. صباح النور. غسان بغرفته جيهان؟ ايه بغرفته. عمر بيك، الفريق الفني بده توافق حضرتك على بعض التصاميم، إذا بدك براجلك ياهن أنا. بسرعة، داليا. بسرعة، ماشي. بدهم يغيروا ديكورات الأساس يلي بغرفة حضرتك مع كل الإكسسوار، ورح يكون المكان أوسع هيك مثل ما بدك حضرتك، وكمان رح يجددوا مكان العرض. طيب. بعد ما كلهم حفظتهم على الغاية بجواب بالمقابل طيب؟ يعني شو بده يقول لك؟ بدك يقلك شكراً يا داليا، كتير حلو كان، بس لو يقول هيك بيكون كتير منيح. أف والله لكت اليوم. أف شلون دي ما كانت تتحمل وتلحق له هيك. بدي نفتح محلات إلنا. صباح النور، أنا منيح كتير منيح شكراً، وإنت كيفك؟ بدي ننفذ فوراً. يا شريكي يا مدمن الشغل المجنون يا عذاب حياتي، استنى علينا لسه عقلي ما صحصح من الصبح بكير قهوة. لا اشربت اشربت، سمعت شو عم قول؟ نحن دائما منقول هيك وهذا حلمنا، بس برأيك صرنا جاهزين؟ جاهزين غسان، وهلا أكتر وقت جاهزين فيه. عمر هي بدها مجال شغل كبير، من وين طلعت لي من هالصبح بهالفن؟ شو بك جنيت انت ها؟ صار الوقت لحتى نكبر. ماشي، بس لما منكبر هيك من دون كنترول بجوز نفلس. الكنترول موجود غسان، مستعدين ننقل باسيونس من محلات السوق لمحلاتنا الخاصة. معناته رح يصير عنا ديون كبيرة، بتعرف ما هيك؟ بعرف بعرف، مفهوم. في أفكار براسي لهالشيء، لا تخاف، وأنت فكر كمان وبنحكي بالتمويل. لا تاكل هم، برأيي نحن جاهزين. ماشي، عود لنحكي، عود لو سمحت. يلا شو بدك نحكي؟ لآخر مرة بدك قهوة؟ مو جاي على بالي، خلص شكرا. انت فاجأتينا يا ياسمين، بالحقيقة ما كنت متوقع تاخدي هيك قرار. ما توقعت اترك بس يونس ولا اني رح اشتغل لحالي؟ والله الاثنين. الحقيقة هيك حكمت الظروف، وما لازم ابقى بنفس المستوى دائماً، ما هيك؟ كلنا عم نشتغل للهدف نفسه مشان نكون أفضل من قبل. أنت أفضل خبيرة بمجال الدعاية والترويج، ودخولك بمجال الإنتاج شوي غريب. لا تاكل هم، اليوم عندي خطة ممتازة باعترافكم. نحن منشوفك بمنظورنا دائماً عم تنظمي الحملات والترويج الإعلاني لشركات تانية. كلامك معناته أنك حاببني كرر حالي بالإطار نفسه. بصراحة خبرتي كل هالسنين وكل شي اكتسبته رح ضيفه للشغل. وحضرتك عم تستني مني دعم لهالشي؟ صحيح، بتمنى إن كنت مولولي هالمشروع. أخدتوا نظرة على برنامج العمل؟ طبعاً طبعاً شفناه، وأنا والزملاء تناقشنا بكل تفاصيله. وبالنسبة لفريق التصميم؟ مانو كتير يعتمد عليه ياسمين خانو. بالتصميم ما عندك اسم موثوق؟ إيه أكيد، بالنسبة إلنا ما في شي مهم إذا ما كان فريق تصميمك قوي. تصميم طبعاً
أنا فريق التصميم يلي شكلته بوسقفي بس لسه بده شغل، بدنا نقوي شوي. أنا قررت أجمع أقوى فريق تصميم وجيبه لعندي على الشركة. بالمواهب الشابة بدنا نتخطى الكل. معناته إذا هيك منحكي بعد ما تقوي ياسمين خانو. مننطر ماشي. أنا رح جن خلاص، وراسي كتير عم يضرب، بكفي خلاص. ديما قوليلي كيف بدي سفرها لعمتي غصون من بيتي؟ نصحيني بشغلة. ليش عم تساوي لك؟ قاعدة أصلا، بكفي إنه ما بتقوم من محلها. من يوم ما سافرت أمي على البلد ما طلعت ولا مرة من البيت، ما عم تتركنا لحالنا أنا وأخوكي. أوف شو هالغلاظة. وطبعا بيتكم الجديد ما نو جاهز لهلأ. هاد حكينا، ونحن لازم نضل بهذا البيت مجبوري، وكمان ما عم نقدر نبقى لحالنا. هاد غير إنه فايتة طالعة لعنا على الأوضة، شي قرصتها برغشة وشي خلص سميد وشي في كلب بالتلفزيون عم يحكي لك حلي عنا شوي شبك. خلاص مليت، طقيت منه. والله قليك شغلة، هذا ما نو اختصاصي وأنا ما بقدر أعطيكي نصائح. صحيح، على فكرة أنا أخذت الأولى بدورة التصميم. وليه؟ ليش ما حكيتي لهلأ؟ ورح يعطوني فوق جائزة 12,000 ليرة. شو هالحكي؟ بس طبعاً رح أعطي كل المصاري لبس يونس، لأنه هن اندفعوا مصاريف الدراسة تبعي. حقهم. داني ترامبا شو أخباره؟ ما عم يتصل فيكي؟ لا يقطع عمره، يعني منيح ما عم يتصل، بجوز يكون فاهم إنه رح انسحب. قديش غريبة الظروف يلي مريت فيها. طيب وهلأ كيفك؟ كله أسوأ من بعضه. كل يوم الصبح بفيق على أساس بجوز يخف وجعي، بس ما عم يقل، صار أكتر من أول. كل ما بتطلع على حدا بشوف عمر، عم نام بكير لحتى أشوف عمر بمنامي. أنا صايرة سخيفة مو طبيعي. طبعاً لما بتكوني بمانو ما رح يرتاح راسك، يعني هون بالنهاية محل ما باسني أول مرة. يلي عم يصير كتير غريب، رجعت للبداية من الأول، يعني كأنه شي يوم رح نلتقي مرة تانية. يا ترى رح شوفه مرة تانية هون؟ ما بتعرفي، كل شي وارد، الحياة غريبة، ما بتعرفي شو بصير. اسمع، اتصلت بناظم بيك وقلت له بدنا نحكي بخصوص الشغل وقال لي ماشي. روعة، شو قالوا عن فكرة انه نتوسع؟ انبسط كتير وقال لي فورا بدي اعمل حساب مالي للشغلة، منحكي عن خططنا نحن وشو ممكن هنن يقدموا شغلات، منحكي بكل شي يعني. طيب ماشي ممتاز، ونحن هيك منشوف الشروط ومنعرف اذا صار الوقت لنتوسع. طبعا كل هالشغل بدنا نشتغله فجأة وبسرعة، انت بدك تهلكني كتير عمر عن جد. ما فينا نسترخي غسان، بدنا نشتغل. طبعا على كل بكرة الاجتماع بمانو، لأنه المحل هنيك محظوظين فيه. لنشوف شو بيصير. لنشوف. على فكرة في شي كمان. شو؟ الريبورتاج. مو ياسمين دبرت لنا واحد قبل ما تروح بلا ما نأجله مشان ما نزعله منا، خلينا نعمله، وأصلا هلأ لازمنا، ما بنخسر شي. يعني ما في مهرب. يبدو ما في مهرب. بالحقيقة ما كانت فكرة منيحة أنه نترك ياسمين تروح. استنى علي، رح لاقي شي طريقة. ايه وين رح يعملوا لها الريبورتاج؟ معنو بمحل معين، اصلا انا حكيت معهم وقلت لهم نحن فريق التصوير اللي عنا بده هو يصور، وهن لهيك رح يبعثوا لنا صحفية مشان تعمل الريبورتاج. شو قلت؟ غسان؟ قلت فريق التصوير تبعنا. اوه عمي ما عم صدق. شو أعمل؟ دبرني. مرحبا. أوكي. دخولي الأسطوري دائما. عمير تصوير، جهز حالك. إيه شو كان اسمه هالولد؟ روني. نعمله أي بيك؟ تعال هون، نظف لي عدساتي وجهز لي العدسات، مفهوم حكي؟
مفهوم. شعراتك بتستفزوني. يلا حاضر لؤي بيك. اف كثير شوب. اي كثير علقت اليوم. حدا يرد علي. شو بدي اقدر احفظ اسماءكم كلكم؟ شو هالحظ الزفت هاد؟ ما عم يوثقوا فيني. معلش يا ياسمين، اكيد هن الخسرانين. ضروري لاقي ممول بسرعه، ما رح اقدر اعمل هالشغله كلها لحالي. طب شو الشيء اللي مدققين عليه؟ ليش بدي ادخل بالانتاج؟ بعرف اني ما عندي تجارب كثيره بهالمجال مثلهم، بس انا صار لي سنين عم بشتغل هالشغله، واكيد صار عندي تجربه وخبره كبيره فيها، ما هيك؟ طبعا يا روحي، اكيد عندك. بس هن ما عم بيشوفوا هالشيء. على الفريق التصميم عندي مانو قوي. لازم شكل فريق جديد شباب وصبايا، ولازم بس يشتغلوا معي. شايفة وانت عم تحكي عم تلاقي الحل لحالك وبدون ما أقول. ياسمين صدقيني إذا انت ما عملتي هالشغلة ما حدا بيعملها غيرك، اوعك تخافي. انت واثق فيني حبيبي؟ لازم توثقي بحالك بالأول. هو واثقة بحالك. إذا هيك ألف مبروك، هالشغلة خالصة. عمور صار هون. عموري حياتي، بتلبس من فوق صدرية سهرة بيضة ومن تحت بتلبس بنطلون حرير. أوه، بتطلع نجم الشرق الأوسط براد بيت. استرخي، أنا فكرت بكل شيء يا حياتي. بدنا نروح أنا وأنت على ميامي وهنيك رح صورك. شو بده ياخدنا على ميامي نحنا؟ ايه وانت كمان موجود، ما هيك ماشي يا حياتي، رح نصورك لك كمان لا تقلق. لؤي بترجاك لا تعمل اياها قصة، كل الشغلة بدنا نتصور صورتين وبس. حياتي ما تقلق، اذا هي خليني اقول لجيهان تحجز لنا بطاقات. ايه وانت كمان بدنا ناخدك. ما بدنا نروح على ميامي حياتي، لازمنا بحر ولازمنا رمال ولازمنا شمس. انا ما بقبل صورك على الحيط، لازمنا خلفية حلوة. لؤي هاد ريبورتاج عمل اسمه، ما رح نعمل ألبوم. حياتي ان شاء الله لقدام بتعمل كاسيت شي يوم كمان. انا بحب الفخفخة، انا لؤي سارجن. الناس ما لقتلاني تشوف وجهكم بس. على ليلي انا بهتم فيكم وبنظمكم ورح اعمل منكم لوحة فنية. اي كمان هلا حكيت عليكم مو منيح. لؤي على ميامي ما رح نروح.